كيف قدم القضية في فيلم باب الشمس؟ وإلى أي أطراف انحاز؟ منحاز للفلسطينيين، ضد اللبنانيين. لا مش ضد، ضد أطراف لبنانية. كيف تغلب على داء السرطان؟ قلت لنفسي يا إما عندي وقت أعيش ففي الحالة دي مش هكتئب، ويا إما ما عنديش وقت يبهبل إن أنا أكتئب. لماذا تحب أفلام البورنو؟ لأن أنا بلاقي إن أفلام البورنو أنظف من الأفلام اللي إحنا بنتفرج عليها. المخرج السينمائي يسري نصر الله ضيف جوزيف عساوي في برنامج قريب جداً.